لا ما هوش هو ساعة تصرف فردي، ما هوش تصرف جماعي، تصرف فردي اللي قبل كل شيء نأسفه معناها للسيرتو السيبورتير متاعنا على اللقطة اللي صارت، لأنه نعرفه في العمل متاعنا هنالك يعني ان برومي تيرور ان دوزيام تيرور، مالوريزمون لو برومي لو دوزيام عملنا لي شانجمون متاعه سو كي في اون با بريفو معناها باش يكون ان تيرور ملي باش يدخل اتسيتيرا. دونك هذا سي ان كومبورتمون انديفيديوال، تصرف فردي خلينا نقول معناها يشوه سمعة الفريق كل أمانة. سي ان تري موفي ايتا ديسبري. صحيح يمكن اللاعب تاع الضغط مش الفريق، يمكن اللاعب يكون تاع الضغط، وهذه ما تمرش مر الكرام لابد باش ناخذ، لأنه مهما تكون الوضعيات هنالك معناها ان برومي تيرور ان دوزيام تيرور، جينا في وضعية الاثنين قمنا بتغيير، لابد باش نكونوا لاعبين معناها ملتزمين ومثاليين، نمثل معناها فريق محترم فريق كبير، لابد باش يكون لي ماتش دو مارك بون ربح ولا خسارة موجودين في عالم كرة القدم، لكن السلوك ويعني ليتا ديسبري وليماج دو كلوب باس افون تو الموند. دونك ماهيش باش تمر مر الكرام، وهذا كما قلت تصرف فردي تلقى في كرة القدم مع عالم كرة القدم بعض التصرفات الشاذة اللي ان شاء الله معناها نتلافاها. بطبيعة الحال مهما تكون الامور لازم هنالك يعني امور ردعية تصير حتى معناها نحفظ ماء الوجه ونخليو الفريق ديما في سمعة طيبة.